هذول طبعا لانهم من جماعتنا دعسوا على السياج. والله الهواء بيطير. نحن الان على شاطئ ساتن ايلاند الجنوبي القريب من بيتنا. تاني نلبس عروسنا على راسي لننقل لكم منظر المنطقة قبل العاصفة، لأن العاصفة موعودين فيها تبدأ الساعة 8 في الليل. أيوة حسين وفتحي بلشت تمطر قدامي، والله الهواء شديد فعلا فعلا فعلا. ها وهذا ستار ترابي، ساتر ترابي وضعته البلدية حتى يحمي المنطقة من الأمواج، أمواج المحيط. أوف أوف أوف، اللهم استر يا رب. والله عدنا لك يا شط البحر. ها طارت العراسي فيها الأمواج كثير صفار. بدي أقرب هيك مشان أشوف أصور لكم أنقل لكم صورة من البحر. شوف الله عالي تاريخ. شكل جميل. واه هذا راس حسين اللي بصور، حسين التوفيق مغطي راسه. والله والله بيطير الواحد. هاي بنات هندين جايات تصورن. ايوه خليني طرن طيرن يا فتحي، فتحي انهزم. لايك هير وذا لايك بول. ها الحق الحق. انها خطيرة والله. لا حول ولا قوة. راح حسين، حسين راح صور.
هلا بروح حطها يا فتحي، بقول هلا بنزلها على اليوتيوب. هاي سيارة البوليس مرة، بدناش نكمل ولا نصل المي. والله فعلا بتطير. اوكي فتحي خليك على اتصال. يا لطيف يا لطيف، والله فعلا خطيرة لا تبشر بالخير. يا الله، هي وصلنا منطقة دارنا، وإلى لقاء آخر نخبركم إن شاء الله أخبار طيبة.